برنامج مايكروسوفت أوفيس ون نوت الدرس الثاني. في هذا الدرس نتعرف على تبويب الصفحة الرئيسية ونتناول البنود التالية: التعامل مع المقاطع والصفحات، إضافة الملاحظات وتنسيقها، إضافة علامات للملاحظات والبحث عنها، وأخيراً إنشاء قائمة مهام. عند إنشاء دفتر ملاحظات جديد يظهر لدينا اسم الدفتر ويتكون افتراضياً من مقطع واحد، والمقطع يتكون من صفحة واحدة، ويمكن إضافة المزيد من المقاطع أو الصفحات على حسب الرغبة. يمكن أيضاً التعامل مع القائمة المختصرة للمقطع الحالي بالضغط بالزر الأيمن على اسم المقطع، فيظهر لدينا مجموعة من اختيارات التعامل مع المقطع. يمكن إعادة تسمية المقطع، يمكن أيضاً تصدير المقطع الحالي أو حذفه أو نقله ونسخه، يمكن دمجه مع مقطع آخر أو نسخ ارتباط لموقع أو برنامج آخر في نفس المقطع، يمكن إنشاء مقطع جديد أو إنشاء مجموعة من المقاطع يتم تجميعها في مجموعة واحدة، يمكن حماية المقطع بكلمة مرور، ويمكن أيضاً تلوين المقطع بأحد الألوان المقترحة من البرنامج. بنفس الكيفية يمكن إضافة صفحات أخرى، ويمكن تسمية الصفحة. على سبيل المثال نطلق على الصفحة الأولى البنود الرئيسية، يمكن أيضا التعامل مع القائمة المختصرة للصفحة، إعادة التسمية أو حذف الصفحة أو قصها أو نسخها أو لصقها في مكان آخر أو مقطع آخر، يمكن نسخ ارتباط إلى موقع ويب مثلا إلى الصفحة، يمكن نقلها أو نسخها في مقطع آخر، يمكن إنشاء صفحة جديدة، كما يمكن إنشاء صفحات فرعية للصفحة الحالية أو توزيع الصفحة عبر دفاتر ملاحظات أخرى. نبدأ الآن في التعامل مع كيفية إضافة الملاحظات بالصفحة الحالية. لكي يتم إضافة ملاحظة نضغط في المكان المناسب ثم نبدأ في كتابة الملاحظة. على سبيل المثال نكتب مقدمة ملاحظة أخرى، وهكذا. في علامة تبويب الصفحة الرئيسية لدينا مجموعة من أدوات التعامل مع الحافظة والخاصة بإجراء عملية النسخ أو النقل أو نسخ التنسيق. لدينا أيضا مجموعة أدوات التنسيق والخاصة بتنسيق الملاحظات المكتوبة. على سبيل المثال إذا تم تحديد هذه الملاحظة يمكن تغيير قياس الخط، تغيير لون الملاحظة، لون الخط، وهكذا. يمكن إجراء عملية التوسيط للملاحظة أو المحاذاة لليمين أو اليسار بنفس طريقة التنسيقات المتعارف عليها في برنامج معالج النصوص. من ضمن مميزات البرنامج لدينا قائمة بالعلامات التي يمكن إضافتها إلى الملاحظات. هذه العلامات تسهل علينا تصنيف الملاحظات وإجراء البحث عنها بكل سهولة ويسر. كما نرى لدينا علامات مثل علامة هام أو سؤال، جهة اتصال، رقم هاتف، كلمة مرور وغيرها الكثير. لكي يتم إضافة علامة للملاحظة نحدد الملاحظة المطلوبة ثم نختار الأداة أو العلامة المناسبة. هنا مثلا أضفنا علامة هام، وللملاحظة الثانية أضفنا علامة سؤال. يمكن إجراء البحث عن العلامات بالضغط على هذه الأداة. كما نرى يمكن البحث عن طريق استخدام اسم العلامة أو بالمقطع أو على حسب العنوان أو التاريخ أو نص الملاحظة. إذا اخترنا مثلا اسم العلامة يظهر لدينا تصنيف للعلامات على حسب العلامة المستخدمة. هنا مثلا الملاحظات التي تحتوي على علامة سؤال أو التي تحتوي على علامة هام وغيرها. يمكن أيضا إظهار العناصر التي لم يتم وضع علامة فيها، لكن هنا طبعا كل الملاحظات لها علامات فلم يظهر هنا ناتج للبحث، وهكذا.
من ضمن إمكانيات البرنامج أيضاً إمكانية عمل قائمة بالمهام، والهدف من استخدام هذه القائمة وضع علامة صح بجوار المهمة التي يتم تنفيذها. على سبيل المثال نبدأ في وضع علامة المهام ونكتب مجموعة من المهام، مثلاً العرض، التطبيق، التقييم. عند الانتهاء من أي مهمة يتم وضع علامة صح كدلالة على الانتهاء من هذه المهمة وإنجازها. من ضمن أدوات تبويب الصفحة الرئيسية إمكانية إرسال الصفحة بالبريد الإلكتروني، كما يمكن استخدام أداة تفاصيل الاجتماع لربط برنامج ون نوت مع أوتلوك والحصول على تفاصيل اجتماع محدد وكتابة هذه التفاصيل في الملاحظات.